هو شهر رمضان راه معروف على الربط العربي وعلى الحومة العربي وباب الخضرة، انت تعرف ربط، فهمتني؟ اللهم صل على النبي، محلاها بلادنا، ربي ان شاء الله ديما هكا فرحانين والناس الكل تخدم على رواحها. وعلى فكره الناس كلها تلقت في خبزه رمضان، الناس تخرج تسهر وتاكل وتتسحر، وفي الفطار فما شكون هنا يقعد وما مش نفس الموفمو، بعيده برشا على بعض. هو في سير الايامات ليه؟ علاش؟ على خاطر العباد هاكا تتلهاها وخدمه وندرا شنو اياماتها وفي حياتها والكل، ما يفش تلالك هاكا نخرج ونسهر وماكله في الليل وكذا وكل. دونك وجي شهر رمضان يقول لك خليني رفع على روحي شويه، نصرف نخرج وكل. صح شريم، صح يا عاش خويا، عايش كربي فضلك. باهي نشوفوا لهنا قاعد تحضر في السكالوب في سندويتشات، هذا قاعدين نشوفوا فيه كان في شهر رمضان في باب الخضرة. هو شهر رمضان راه معروف على الربط العربي وعلى الحومة العربي وباب الخضرة، انت تعرف ربط، فهمتني؟ اللهم صل على النبي، محلاها بلادنا، ربي ان شاء الله ديما هكا فرحانين والناس الكل تخدم على رواحها. وعلى فكرة الناس كلها تلقت في خبزة. بو عائلة اللي عنده مشاكل اللي كاري لا الفريقي هذا، فهمني فهمني، ما تاك تشوفينا الناس كل نخدموا الحمد لله يا ربي لاباس، ان شاء الله ديما هكا منوري، فهمني خويا. قاعدين بكري نسالوا في اسئله، علاش الشيء هذايا ما مانيش قاعدين نشوف فيه على طول العام؟ علاش يقتصر كان على شهر رمضان؟ ماهيش حاجه خويا، حاجه مش في ديننا نحن، فهمتني؟ ما تلزمها تتقنن وبرشا حاجات، وانا نحن تو قاعدين نحاولوا معاهم ان شاء الله ربي، فهمتني؟ الناس كل نحبوا نخدموا نحن عام على عام، وعلاش ليه؟ ندور شويه فلوس في الحومه، اللهم صلي على النبي، والبطاله تخدم يا اخي، مش موظفين راهو ذوما، كلهم بطاله تشوفهم. الحمد لله يا ربي ولاباس، فهمتني؟ هو توا نوع من المشاريع هذه انه تولي برويته هكا وفيها شويه سكالوب على شويه ماكله، ما نتصورش كان قانونيا يقلق، ما فهمتش علاش معناها البلديه تقلق فيهم. ماهوش تقلق فينا، بلاد قانون خويا، بلاد قانون. نحن مذهبينا تتقنن، اسمعني. نحن مذهبينا ندفعوا للقباضة مثلا في معلوم على البلاصة هذيا ونساهموا باش البلاد تقف على ساقيها ولاباس والحمد لله يا رب، فهمني؟ البلاد تقف ونحن نخدموا والعائلات تعيش والصغار تفرح، هذيك هي خويا مذهبينا نحن نتقنن. القلق هذا يضرني، مانيش قاعدين نشوفوا فيه توا في شهر رمضان. لا لا ما عندناش قلق في رمضان، الناس الكل تخدم ما فماش مشاكل، عائلات تجيب باب الخضرة اللهم صل على النبي، صغار كبار صغار بنات ولاد شوفها توا راهي تسمى مازال بكيرة باب الخضرة، تعبى مساعة نتاع الليل، يشوف مساعة تقول اللهم صل على النبي. هو ديجا ديما انا نجي لهنا ماضي ساعة نتاع الليل ما نعرفش نلقى حتى وين نحط ساقي، معناها حتى صحفة دراع باش ناكلها ما نلقاش كيف. ما تلقاش مساعة ساعتين اللهم صل على النبي لهنا. بطبيعته نحن سميناه مهرجان كاسكروت باب الخضرة، باب الخضرة مهرجان كاسكروت، فهمني؟ ربط الماكل تمخميخ اللهم صل على النبي. كنت تحكي لنا تو نشوف قاعدين نشوف في تقريبا في 40 بلاصه يبيعوا في الكاسكروتات بجميع انواعها. الناس كل تخدم كل شيء، كاسكروت حلو، دراع كاسكروت حار، تيبل كاكاوية، جو مخيتو، كل شيء يتباع باب الخضر، كل شيء دراع، كل شيء زي تحب انت، ماكله تمغمغ، اللي ما كانش حار يلقى حلو، واللي ما كانش حلو يلقى الحار، فهمتني؟ وان شاء الله ديما هك، ان شاء الله ديما هك، ان شاء الله ديما هك. غير يخليونا نخدموا برك، تشوف فيها الناس كل معناتها فماش تنقيس فماش مشاكل، اللهم صل على النبي، محلاها حومتنا، فهمني خويا؟ ومحلاها تونس. المعروف على باب الخضرة من 20 سنة التالي فما حوانت عمرها أكثر من 40 سنة، كيما حوانت الدرع. أكثر من 40، عم حمادي الله يرحمه، توا حلو الدرع هذيك فما 55 سنة عندها، توا ولده توا شاد فيه، فهمني؟ والناس كل شيخ أخو تخدم تصور في الفلوس، باب الخضرة، الربط. الربط خويا يكذب عليك، وتونس راهي باهية والله، غير اخدم في تونس، اخدم على روحك، يكذب عليك فيها الخدم فيها كل شيء تونس، وإن شاء الله المسؤولين يفهمونا زاد، يقفوا معانا وعلاش لا تتقنن الحكاية، سهلة برشا راهي، شوية نظام تولي منظمة تولي نصب باهين، برشا حاجات تولي، وكنا حبيتنا نفيدوا في الدولة راهي، أعطيني كعبة ضم، هات كعبة ضم، نص هات كعبة ضم، فهمني خويا، وسبيسيال خدام خويا اللهم صل على النبي. كاسكروت جو كيما قلت لك،
محلاها البلاد هكا، بلادنا باهره والله، اللي حاب يخدم راه يخدم في تونس، يكذب عليه ان شاء الله يخلونا مسؤولين شويه، لفته كريمه من عندهم يقنونا نتنظموا لاباس على جليه. هاك تشوف العباد فرحانه، العائلات تجي، كل الناس كل تجي، صغار الكبار، نداء المسؤولين تاع حومتنا. يقولوا باب الخضره يجوا حتى من ولايات اخرى. انا البارح جاوا من سوسه ثلاثه اولاد، والله جاونا من سوسه، شراو من عندنا سندويش كاسكروت واسمعوا القاسم بيد ربي راه يكذب عليك كلها تخدم. اللهم صل على، ونخفوا مع بعضنا كل راه فين الخبز ناخذ من عند جاري، وفين ياخذ من عندي ماش سكالوب وفيه عندي بزيد نعطيه هكا يبيع يا محلاه ياسر حلو والله. غير ان شاء الله خلونا نخدموا كا. عسلام. مرحبا بك. صحة شريبتك باب. صحة شريبتكم. انت هنا تبيع في السندويتشات بنواحة، قاعد نشوف اللحم مفروم في سكالوب في الكبدة. عندنا مرقز، عندنا سكالوب، عندنا كبدة، عندنا كباب، عندنا ليغوم سوتي سور غرياد مع عملي صوص، عندنا كات سورد فروماج، موزاريلا عربي فوندون سور غرياد، عندنا شيدار فوندون سور غرياد، سيسيليان وسلايس، وعندنا شوا في الخبز هذا بتي بان وتابونا. باهي، علاش ما نشوفوش المشاريع الصغرى من النوع هذايا موجودة على طول العام؟ علاش موجودة تقتصر كان على شهر رمضان؟ خاطر هذه حاجة موسمية، رمضان الناس تخرج تسهر وتاكل وتتسحر، وفي الفطار فما شكون هنا يقعد وما مش نفس الموفمون، بعيدة برشا على بعض. باهي، لهنا في الشباب بعد شقان الفطر أبارتير من 11 متاع الليل الماضي ساعة ما عادش تنجم تلقى بلاصة تقعد فيها في باب الخضرة. صحيح، تكثر المومون وباب الخضرة ولات معروفة ويجيوها الكل من البلايس كل محسوب، من البونليو، من البلايس كل يجيو لهنا سبيسيالمون لباب الخضرة. وصلوا جاو من بنزرت، قالوا لي من بنزرت جاي، يجيو لهنا سبيسيالمون باش الجو أكثر منه على الماكلة، راهو فما أمبيونس، يحبوا العباد يشوفوا حاجات كيما هكا والدنيا حافلة، وخاطر رمضان في برشا بلايس نجمو نقولوا اندثر. قعد في الحومه العربي برشا ناس يعرضوني، انا ولد الحومه لهنا مولود هنا فهمتني، يقولوا لي جايين الحلفاويين نحبوا نشموا الريحه نتاع رمضان، جوست يجي من بعيد باش يقضي من الحلفاويين مش على القضيه، يحب يدور في الحلفاويين يشوفك الجو نتاع رمضان، خاطر في برشا بلايص اخرين ماك تعرف في الاحياء الراقيه ولا حاجه مش كيما في الحلفاويين وباب سويقه وباب الخضره اللي هذه بمعناتها حوم عربي، يعني تقعد فيها ديما الشارم والامبيونس بالنسبه للاسعار لهنا قاعدين نشوفوا في اسعار متفاوته بين 4000 2000 5000 واسعار مناسبه بالنسبه للموت. اسعار تسمى مناسبه بالنسبه للغلاء المعيشه والشيء اللي ندفعوا فيه في السلعه، معناتها بالنسبه للساندويتش عندنا كتر سورت وشوا مع ليغوم سوتي ولي صوص الكل والسلطه كدينار، وفما لي فرماج سوبليمون كل واحد والشوا نتاعو يختار شي يحب. نسبة الإقبال على البلاصة هذه في رمضان وين ماشية وين قاعدة تزيد؟ في النص الثاني نتاع رمضان بطبيعة الحال، وبالنسبة للوقت أبارتير من 23 23 تبدأ موفمون حتى ما 3:30 ل 4 تاع الصباح تقعد موفمون ماشية وتقوى، وفي الويكاند أوتوماتيكمون خاطر الناس تصبح مرتاحة واحد كل الجمعة والسبت البيك بيك نتاع الخدمة. اليوم نحكيو على باب الخضر، منطقة شعبية برشا ونلقاو فيها برشا موفمون خاصة في شهر رمضان. اي صحيح، وهي حاجة باهية معناها، هذه على القليلة البلاصة تحية شوية وفيها موفمون كبيرة، وأصلا مازالوا هما يسهروا تو تسمى فارغة معناها فهمت. هنا فما حوانت تقريبا عندها أكثر من 40 سنة و50 سنة، هل ترى أنه المشاريع الصغرى هذه مقتصرة كان على شهر رمضان؟ علاش موجوده كان في شهر رمضان وفي سير الايام؟ باهي، هو في سير الايامات ليه؟ علاش؟ على خاطر العباد هاكا تتلهاها وخدمه وندرا شنو ايامتها وفي حياتها والكل، ما يمشي تلالك هاكا نخرج ونسهر وماكله في الليل وكذا وكل، دونك يجي شهر رمضان يقول لك خليني رفع على روحي شويه نصرف نخرج وكل، دونك هاكا تحيا شويه الدنيا ويمشوا المشاريع هذوما فهمت. كي تقرب ماضي ساعه نتاع الليل لهنا من 11 ابارتير من 11 ماضي ساعه نتاع الليل ل 4 نتاع الصباح، ما شاء الله امبوتياج تولي ثنيه ذي ما عادش.
والحقيقة ما عنديش على فكرة. احنا لحديش يسكر الفوايي مي هما حسب ما يحكوا اي تولي يسر معبية وبالسيف باش تبدا تتحرك معناه. هو ديجا انت بتجي تتسحر هنا وتحب على صحفة درو لازمك تاخذ نوم تشد الصف صحيت ونومر والكل ووقت وبرشا حاجات. انت كاتيديون لهنا معناه طيب في الفوايي ولا طيب في الدار؟ كاريه لا لا انا فوايي ونطيبوا في الفوايي معناها وطيبوا في الفوايي شق وبعد شقان فتره جيت سحر لها لا السحور مازال عليه بكري فهمت بعد السحور ويعني كي نبدا نحبش ناخذ من هنا ناخذ من تو ونخليه لهم بعديك فهمت كلمه الختام عندك شنو كلمه كلمه الختام عندك على العيد على رمضان بون رمضان عيدكم مبروك وجرباكم مبروك عيدكم مبروك وان شاء الله ديما حفله هكا وعامره هكا وكهو ميرسي